صباح الخير لكل السوق، ان شاء الله انه الله يجبرها على كل هالسوق، ان شاء الله انه يكون اليوم يوم مبارك وكل الناس تبيع وتستفتح والله يرزق الجميع ان شاء الله. وصباح الخير لكل طول كريم ولكل الشعب العربي ولكل فلسطين. صباح الخير للجميع، الله يرزق الجميع يا الله. بالنسبة للأوضاع هون السوق يا عمي صعبة كثير، والاقتصاد صعب، والناس يعني محشرة، وفي ضغط عليها من مش يعني الناس مكملين فوق بعض، والرزق محدود، والمصروفات كثيرة، والدخل قليل جدا، والواحد مش عارف كيف يعني مدبر على الحياة، كل الديون بديون عليه الواحد. منيتي انه يتحسن الوضع، بس هذا منيتي يتحسن الوضع. صباح الخير للجميع، والله يسعد هالصباح، ان شاء الله اليوم بكون يوم للجميع منيح وبيسرها الله. صباح الخير للجميع. صباح الخير، صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير لطول كرم، صباح الخير للمزارع وللتاجر وللفلاح، صباح الخير. صباح الخير لكل الجميع ان شاء الله، ويجعلنا يوم سعيد ان شاء الله للجميع. شو بدنا نقول يعني على هالوضع الاقتصادي اللي احنا شايفينه، وضع تعيس والله الامانه. والله بقول للجميع صباح الخير، صباح الصحه، صباح العافيه، ان شاء الله يومكم بكون يوم جميل، والله برزق الجميع ان شاء الله وبيسر على الجميع، وبارك الله فينا وفيكم جميعا. من يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر. تعرف شو معنى أم عامر؟ أم عامر عند العرب هي الضبعة، يعني أنثى الضبع، فكان العرب قديما يصطادون الضبع ويأكلونه، فكان مجموعة من الأعراب يطاردون ضبعة ليصطادوها، فلجأت إلى خباء بدوي استجارت به فأجارها. وكان من عادة العرب إذا شخص أجار شخص آخر يلتزمون بهذه الإجارة. فقام البدوي وأطعم الضبعة وأسقاها ونامت في خبائه، وفي الليل قامت بكرت بطنه وسفكت دمه وأكلت لحمه، وفي الصباح افتقده جيرانه، فجاء أحدهم: يا أبا فلان يا أبا فلان، ما فيش جواب. ثم فتحوا الخباء عليه فوجدوا أن دمه مسكوفا، دمه مسكوبا ولحمه مأكولا. فكان من عادة العرب أنهم شعراء بالسليقة بالفطرة، فقال أحدهم: من يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر. يعني بمعنى إذا أنت صنعت معروف عن شخص لئيم ستلاقي ضد هذا المعروف. بارك الله فيك، حياك الله. صباح الخير، أحب أصبح على تلفزيون الفجر الجديد وكل مشاهدي تلفزيون الفجر الجديد في هذا الصباح الجميل الممتع، وبتمنى لكل خير إن شاء الله لكل الناس، والله يسر لكل الناس في عملهم، إن شاء الله أنهم اليوم بيكونوا بيقدروا يوفروا كوت أولادهم إن شاء الله رب العالمين في الصباح هذا اليوم، إن شاء الله يوم خير وسعادة وبركة على كل الناس. أنا بصبح على الجميع إن شاء الله يوم سعيد للجميع، لجميع المسلمين، وبتأمل من رب العالمين انه يغير الحال باحسن من هذا الوضع اللي احنا فيه، لانه الوضع هذا اللي احنا فيه والله كئيب جدا يعني. ف
فبنتأمل أن نكون أحسن من هيك. صباح الخير. صباح الخير لدول الكرم. صباح الخير للشعب الفلسطيني كله. إن شاء الله ربنا يمن عليهم بالصحة والعافية ويعطيهم خير هاليوم وخير الأيام الجاية إن شاء الله، ويمن على الشعب الفلسطيني كله بالصحة والعافية والسعادة إن شاء الله. يسعد صباحكم، يسعد صباحكم بكل خير إن شاء الله، وصباح الخير تلفزيون الفجر الجديد لكل المشاهدين، وكل جديد دائما لدى الفجر الجديد. صباح الخير تول كريم. صباح الخير. صباح الخير للشعب الفلسطيني الصابر الصامد على أرضه. صباح الخير لأحلى وطن، وطننا وطن الغالي اللي صمدنا فيه وعشنا أقصى أيامنا، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربنا يفرجها علينا وعلى الشعب كلياته، وبفك أسرانا وبشفي جرحانا إن شاء الله. ظل قيادة سليمة، قيادة منيحة إن شاء الله رب العالمين. صباح الخير للجميع، وإن شاء الله نهار حلو ويوم سعيد للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يتحسن أمور العالم، وإن شاء الله الاقتصاد بتحسن أحسن، والوضع بيكون أحسن إن شاء الله للجميع. ما في شيء أسواك، يعني الوضع الاقتصادي متحطم للدهور نهائيا، يعني ما في شيء أسواك، فيش مع الناس مصاري، بطالي عامي تعم المجتمع، والناس بحاجة لعمل حتى تتحرك الأسواك، يعني مش بس سوق الخضرة، جميع الأسواك كلياتها يعني من دهور، يعني تقدر تقول إنه بحاجة لمساعد، يعني زي أي بني آدم، يعني بحب مصلحة الشعب، وبحب إنه الشعب يعيش حياة كريمة، حياة متطورة زي بقية الشعوب. أما شعبنا هون نطلع عليه الوضع، يعني في محلات يعني بتفتح من الصبح للمغرب ما بتستفتحش، وهذا كلياته مكلف لأصحاب المحلات، للمزارعين، لكل أصحاب ورجال الأعمال. نحب نصبح جميع أمة محمد، وإن شاء الله أن أحوالنا بتتحسن من أحسن لأحسن. يسعد صباحهم، صباح الفجر وكل الناس، الله ييسر أمرهم. والله أجواء تعيسي، فيش لا شغل ولا عمل. والله صباح الخير لكل الناس، وصباح الخير لكم داعين الفجر، وصباح الخير لطول كرم، يعني صباح الخير، يعني إن شاء الله هيك ننام ونصحى ونلاقي هيك يوم حلو ويوم منيح، بعيد عن المشاكل، بعيد عن كل الناس، فاهم علي؟ عشان ناكل هاللقمة يعني هيك وإحنا بهدات بال. والله بقول صباح الخير لطول كرم، صباح الخير للناس كلها، بتمنى أن نبارك كل الناس بالهادي، الناس تشتري تبيع وتشتري وتترزق.